بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد في العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. نرحب بالشيوخ الأفاضل والحضور الكريم، وبالشيخ هيثم سرحان حفظه الله تعالى، وبشيخنا عبد المحسن مطيري حفظه الله تعالى، وبالحضور الكريم في هذا اليوم الاثنين الموافق للأول من جمادة الأولى، الأول من جمادة الأولى من عام 1440 من الهجرة، السابع من يناير من عام 2019 ميلادي. ونتشرف بكم وبالشيخ، وبإذن الله تعالى سيقرأ على الشيخ متنين من متون العلم الطيبة المباركة لصاحبها المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهما القواعد الأربعة والأصول الستة. وإن كان هناك مقدمة قبل الشروع في القراءة فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا، نتكلم عن متن القواعد الأربع. قبل أن نبدأ بهذا المتن نسأل، لماذا ندرس التوحيد؟ ها يا أخوان، أترك الكتب يا شيخ أترك الكتاب. لماذا ندرس التوحيد؟ ها، من يقول لي؟ نعم الشيخ. حق الله العبيد، خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكفير السيئات. تمام. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن القواعد الأربع؟ لأنه بعض الناس يقول يعني كتب كثيرة في التوحيد، لماذا نبدأ بالأصول الثلاثة دائما ثم القواعد الأربع؟ لأننا طلاب. الطالب لا يتكبر على العلم ولا على العلماء، يسير على النهج الذي خطوا لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. لا تطلب العلم على ما تريد أو على ما يذكر لك بعض الأشخاص، هذا لا يصلح. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، سبب تأليف هذه الرسالة القواعد الأربع. هذه الرسالة والله أعلم هي خلاصة لكتاب كشف الشبهات، كما أن الأصول الثلاثة تقريبا خلاصة لكتاب التوحيد. أترك الكتاب، أترك الكتاب يا شيخ. القواعد الأربع خلاصة لكتاب كشف الشبهات. لو قال لنا قائل، لماذا لا نبدأ أولا بكشف الشبهات ثم نبدأ بالمختصر؟ نقول هذا ليس لك، هذا للعلماء. والعلماء رحمهم الله تعالى منهم من يرى يعني المنع من القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. الشبهات كيف ترد؟ كيف نرد على أي شبهة ترد علينا؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في كشف الشبهات أن الرد على أي شبهة سهل جدا، بشرط أن تصغي لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شبهة ترد عليك تقول هذه الشبهة أنا لا أعرفها ولا أعرف الرد عليها، وأقطع أن كلام الله لا يتناقض، ولا يمكن أسمع لهذه الشبهة، وأنت الذي تنقل لي هذه الشبهة أنت من الذين سمى الله، ولا بد أن أحذر منك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. يعني لا يمكن أن تردك شبهة وتقرأها، أو تردك شبهة خاصة في الأجهزة الآن وترسلها للآخرين، تقول انظر ماذا قال المبطل في مثلا في الغنى. يعني لو جاتك رسالة هذه الرسالة فيها جواز الغنى مثلا، أو قال لك مثلا قائل يجوز الحلف بغير الله والدليل ما ثبت في صحيح مسلم، تقول هذه الشبهة أنا لا أعرفها
ولا أعرف الرد عليها، وأقطع أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بينة، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأنا لا أتغير عن هذا، ولا أسمع لك، ولا أنشر هذه الرسالة، ولا أحولها لآخرين. مفهوم؟ هذا يسميه العلماء رد مجمل. ويقول محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذا الرد يعرف كل موحد، بشرط أن يصغي لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجواب المفصل هذا نرجع فيه للعلماء، مثلا يقولوا هذا الحديث، الزيادة في هذا الحديث لا تصح، وضعف هذه الزيادة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا وكذا وكذا. هذه أمور تفصيلية يعني نرجع فيها للعلماء. بعض الناس هدانا الله إياه يقرأ فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليه. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: لا يجوز القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة. لماذا؟ لأنه قد يقع في قلبك شيء. الله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة عما شجر بين الصحابة ومين هي الفئة الباغية، لكن سائلك الله سبحانه وتعالى: هل أطعت الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم؟ وهل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي؟ إذن هذه الشبهات قد يعني تؤدي عند دخولها في القلب أنه لا يستطيع أن يخرجها. قال: فحدثني بشيء وقعت لديه الشبهة، فماذا صنع؟ رجع للعلماء. أيضا قبل أن نبدأ بدراسة المتن، أي متن تقتنيه أو إذا أهدى إليك بعض الناس كتابا، إيش تصنع؟ تقرأ الكتاب بأكمله، وهذا أحسن شيء، قبل أن تضع الكتاب في الرف، أو أقل ما تقرأ في الكتاب تقرأ مقدمة الكتاب والفهرس. لماذا؟ لأنه بقراءة المقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف، وبقراءة الفهرس تعرف محتوى الكتاب، لأنه قد تبحث عن أشياء وهو لديك في بعض الكتب، تتصور الكتاب بأكمله أولا. هذا المتن المبارك، نستطيع أن نقسم هذا المتن المبارك، متن القواعد الأربع، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة، وهذه المقدمة فيها عنوان السعادة. القسم الثاني، أعطي الكتاب حتى الثاني، جزاك الله خير. القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد. القسم الثالث القواعد الأربع. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في غالب مؤلفاته يأتي بهذا القسم الثاني، لماذا ندرس التوحيد، ذكر هذا في الأصول الثلاثة، في القواعد الأربع، في كتاب التوحيد، في كشف الشبهات. لماذا؟ لأن هناك من يحارب من يدعو للتوحيد أو يعلم الناس التوحيد، وقل التوحيد عرفناه ولا داعي نعلم الناس التوحيد. إذن عندنا أقسام ثلاثة: مقدمة في عنوان السعادة، ولماذا ندرس التوحيد، والقواعد الأربع. المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى البسملة. يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. البعض يستأنس بحديث كل أمر ذي بال، وإن كان لا يصح. ثم بعد هذا دعا للطالب. من العجب أن المؤلف هو الذي يدعو للطالب، المفروض أن الطالب هو الذي يدعو للمؤلف، لكن هو يدعو لك. دعا هنا في القواعد الأربع لك في موضعين، في الأصول الثلاثة في ثلاثة مواضع. عجيب هذا الرجل، يعني الآن هو عندما يؤلف هذه أي هداية؟ هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد، بين لك بماذا؟ بالتأليف. عندما دعا إيش يريد؟
يدعو الله لك بهداية التوفيق، كأنه يقول يا رب اعطي هذا القارئ هداية الدلال وإرشاد وهداية التوفيق. إذن هذا معنى أن المؤلف رحمه الله تعالى يرغب بأن يلحق القارئ والمتعلم كل خير، هداية الدلالة وإرشاد بالتأليف وهداية التوفيق بالدعاء. وبعد هذا يقرأ بعض الناس ولا يعني تأتي كلمة على لسانه يقول رحمه الله. بعد هذا ذكر قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة. من هم أولياء الله؟ أولياء الله سبحانه وتعالى الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان، كما تفرق بين السماء والأرض لابد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. رجل ينام بين القبور يشرب الخمور يزني ويسرق ولا يأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات ولا يستنزه من بوله، هذا ولي لا شك في ولايته، والله ولي من أولياء الشيطان. من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. ثم ذكر عنوان السعادة وأسباب السعادة ثلاثة أشياء. الأول إذا أعطي شكر، الثاني إذا ابتلي الصبر، الثالث إذا أذنب استغفر. الأول إذا أعطي شكر، أولا نسأل هل النعمة ابتلاء؟ هل النعمة ابتلاء نعم أو لا؟ نعم. ما الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي اختبار امتحان ابتلاء لك. كيف تنجح في الاختبار؟ مهم جدا. من يعرف كيف تنجح في هذا الاختبار؟ الآن قلنا النعمة ابتلاء، إذن عرفنا هذا. إذن كيف نخرج من هذا الابتلاء والامتحان بالنجاح؟ يقول والله أعلم تخرج من هذا الابتلاء بأمرين، الأول قبل أن تأتي النعمة والثاني بعد أن تأتي النعمة. قبل أن تأتي النعمة يمشي بعض الناس في الطريق، هذا الجوال يدق، يمشي بعض الناس في الطريق ويرى القصور العمائر متاع الدنيا، فماذا يفكر؟ في الغالب يفكر يقول لو يتعرف عليه الأمير أو الرئيس أو الوزير أو التاجر أو الملياردير ويقول أنت حبيبي وخذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أو يعطيني شيك مفتوح. صح، أكثر الناس على هذا، صحيح أو لا؟ أي نعم. الجنة تطلب من من؟ لماذا؟ لماذا تطلب من الله ولا تطلب من غيره؟ لأن لا أحد يقدر على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. إذن طيب الرزق يطلب من من؟ من الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره واعبدوه واشكروا له. إذن قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق لا بالحكام ولا بالرؤساء ولا بالأمراء ولا بالتجار. بعض الناس يقول ماذا صنع لنا العلماء؟ وش تريد منهم؟ بشر. أين حكام العرب؟ وش تريد منهم؟ أين العروبة؟ أين أهل الخليج؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين كذا؟ هذا قبل النعمة تأتي. بعد أن تأتي النعمة الآن أنعم الله بها عليك، ماذا تصنع؟ تشكر هذه النعمة. كيف تشكر النعم بعد أن تأتي؟ بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، هذا من فضل ربي الحمد لله. نعم. بالجوارح تصرف هذه النعم في شكر المنعم المتفضل. نعمة العلم أن تبذل هذا العلم، نعمة المال ينفق في طاعة الله لا في معصيته. ضد هذا
كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ينكر النعمة، يكفر النعمة بالقلب اعتقاد، يقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، ونحن أكابر ونحن أشراف ونحن أهل غنى، نعم، وبعرق جبيني وبكدي. هذا إنكار للنعمة، هذا كفر للنعمة، أو بالجوارح يصرفها في غير طاعة الله. هذا القسم الأول، أن المسلم حال النعمة حال الابتلاء تجده شاكر لا كافر. الثاني يقول إذا ابتلي صبر. الناس عند المصيبة ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول متسخط، والتسخط كبيرة وقد يصل إلى الشرك الأصغر، والأصغر قد يوصل إلى الأكبر. يتسخط بماذا؟ بقلبه، أف، بلسانه، يلهوي، يسب، يشتم، يلعن، بجوارحه يكسر، نعم، يفحط مثلا بالسيارة. هذا تسخط كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني من أنواع الناس عند المصيبة الصبر. حكم الصبر واجب بإجماع الأمة، والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يصبر بقلبه، المصيبة مرة، يتصبر مثل الذي يشرب الدواء، طعم مر، رائحة كريهة، يتصبر لما يترتب عليه من شفاء. الثالث من أقسام الناس عند الابتلاء عند المصيبة راضي، حكم الرضا مستحب، هذا لديها النعمة والنقمة مصيبة سواء. لماذا؟ قلبه ميت؟ لا، قال لتمام رضاه بربه، يعلم أن كل ما أصابه فهو من الله فيرضى ويسلم، مستحب. أعلى المراتب شاكر، يعني عند المصيبة يشكر، يشكر الله سبحانه وتعالى. مثاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أراد أن يكتب رسالة لأمه من السجن. تخيل أنك في السجن وأنت شيخ إسلام وظلمت وكذا، إيش تكتب لها؟ دمعتين، وتقول يعني ظلمونا وهؤلاء الحكام فيهم وفيهم وفيهم. كتب في هذه الرسالة بعد البسملة والحمدلله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد فما زلنا في ازدياد، وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا أين؟ يقول وهو مسجون. إذن لو خرج إيش يقول؟ وهو قال رحمه الله، قال المسجون من سجن عن ربه، المسجون من سجن عن ربه. أراد أن يكتب رسالة لإخوانه، يعني لطلابه من السجن، فكتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث. القسم الثالث، القسم النوع الثالث من أنواع السعادة، إذا أذنب استغفر. ليس الإشكال في أن الإنسان يقع في الذنب، كل بني آدم خطأ، والمعصوم من عصب الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا توجه اللوم إلى إنسان أذنب واستغفر. أنا لا أستطيع أقول لهذا الأخ مثلا، أقول أذكرك قبل 10 سنين كنت على كذا وكذا وكذا من المعاصي، يقول هذا ذنب تبت منه. توجه إلي اللوم لو كنت على ذنب باقي ومصر عليه، أما تركت هذه الذنوب عفى الله عما سلف. إذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث يقول عنوان السعادة. لو نبحث في أحوال الناس نجد أن أحوال الناس في الغالب أنهم لا يخرجوا عن هذه الأحوال الثلاثة: سراء شاكر، ضراء صابر، معصية مستغفر. قال فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. ثم دخل في القسم الثاني، والقسم الثاني ذكرناه، لماذا ندرس التوحيد؟ الشيطان
يضع الشباك، يريد أن يفسد عليك العبادات. بماذا؟ بالشرك. فلابد تتعلم الشرك، تحذر منه، تحذر منه، تدعو الله سبحانه وتعالى. بعد هذا ذكر القواعد الأربع. القواعد الأربع هي في الحقيقة رد على شبه يأتي بها أهل الشرك في زماننا. القاعدة الأولى أن بعض الناس يقول: أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر. نقول هذا لا يكفي وحده، هذا التوحيد هو توحيد الربوبية، هذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم هذا في الإسلام. لابد أن تكون كل العبادات لله، ولا أنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم. فكل من أقر بتوحيد الربوبية وأشرك في توحيد العبودية، توحيد الألوهية، صرف عبادة واحدة لغير الله، فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بتوحيد إذا وحد نوع واحد من أنواع التوحيد وترك البقية. الشبهة الثانية أو القاعدة الثانية، بعض الناس يقول لك: أنا لا أشرك بالله، أنا أريد من هؤلاء من أهل القبور مثلا، أو من الجن، أو من الصالحين، أو من الأولياء، أنا أريد منهم فقط القربة والشفاعة، أنا لا أعبدهم. نقول هذا الكلام هو كلام الكفار، وبهذا كفرهم الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. القاعدة الثالثة أو الشبهة الثالثة، بعض الناس يقول لك: الشرك محصور في عبادة الأصنام، أما عبادة الأشجار، عبادة الشمس، عبادة القمر، عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة الملائكة، عبادة الصالحين، هذا ليس بشرك. الشرك فقط في عبادة الأصنام. نقول لا، أدلة كثيرة من كتاب ومن سنة فيها أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الشمس، من عبد القمر، من عبد الأحجار، الأشجار، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ملائكة، الصالحين، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك والشرك، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة عم كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو شرك أكبر أو شرك أصغر. ثم أتى بالقاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة والأخيرة، يقول أن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشركون في السراء ويخلصون في الضراء، ومع هذا كفرهم الله. وأهل الشرك في زماننا شركهم دائم في السراء وفي الضراء، فهم كفار من باب أولى. نقول لهم: اتقوا الله، كيف تشركوا وتأتوا بأشياء لم يأتي بها الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر لهذا المتن المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.